شوفوا كي نديرولها هكذا نكبطوها، القشرة تاعها تروح كامل بلا ما تغلوها بلا ما والو. شوفوا الطريقة السهلة، احنا كنا نديروها زمان. ونشدو الطوماطيش تاعنا نعصروها شوية من الماء تاعها، شوفوا كيفاش الزريعة تخرج، ونقطعوها قطع صغار. شوفوا البصل راهو يتقلى وراني حنحرك فيه، وندير التوابل تاعي العكري وفلفل الطحين. قلينا على هذاك البصل ودوك نديرو الطوماطيش. شوفوا اللوبيا تاعنا مليت القاتو، نقولكم نصفيها ميبا 5 دقائق ونديروها طيب مع اللحم. احنا اللوبيا رانا درناها ورانا حين نديرو لها الماء غير بالماء سخون. احنا اللوبيا تاعنا خلوها غير تتجمر، راهي طابت، ونوريها لكم حاضرة معكم ان شاء الله في صحن التقديم.